أرحب بكل فعاليات المجتمع المدني بمدينة تفلت لحضورهم هذا المهرجان كما قلت الذي يعرف النسخة الرابعة من الثقافات الأمازيغية والتراث الأمازيغي، فمرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفضاء الجميل. أولا بعدا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية تربوية ثقافية أمازيغية لجميع المنابر الصحفية اللي كتحضر معنا اليوم في هذا المهرجان اللي كيجي في النسخة الرابعة ديالو. فالمهرجان الرابع للتراث الأمازيغي عرف اليوم واحد النجاح كبير اللي كانت كتنظمه جمعية الأصدقاء للثقافة والرياضة في مدينة تفلت اللي كيرأسها السيد عبد الغفار بن علال ومجموعة من الأطر التربوية والثقافية والرياضية. فالحمد لله داز واحد المهرجان في واحد الجو عائلي، شاركوا فيه مجموعه من نجوم الاغنيه الامازيغيه على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني. فالبرنامج كان كيتخلل مجموعه من الفقرات الموسيقيه، الحمد لله تم هذا النجاح بالفضل ديال الساكنه ديال مدينه تفلت اللي حضرت بكثافه اكثر من 500 حضور اللي كانت اليوم في هذه القاعه في هذا البهو المجلس البلدي. ومن هذا المنبر ايضا كنشكروا وزاره الثقافه والشبيبه والرياضه والناطق الرسمي باسم الحكومه على الدعم ديالها لا مشروط اللي كتقدمه لجمعيات المجتمع المدني واللي قدمته لجمعيه الاصدقاء للثقافه والرياضه بتفلت لهذه النسخه الرابعه. ايضا تشكراتنا الخالصه للمجلس البلدي ديال مدينه تفلت اللي دائما كيساهم وكيطمح باش ان جمعيه المجتمع المدني تكون في واحد المستوى عالي، فالشكر الجزيل المجلس البلدي لمدينة تفلت. أيضا الشكر الخاص لهذه السكينة اللي جات لا من صغيرها ولا من كبيرها باش أنها تنجح هذه النسخة هذه. وأيضا كنشكروا جمعية الأصدقاء للثقافة والرياضة اللي قلت كيرأسها السيد عبد الغفار بن علال اللي دائما كيتحفنا فيما هو جديد لا في الثقافة الأمازيغية ولا في الثقافة المغربية بصفة عامة، فكنتمناو ليه حظ موفق ومسيرة موفقة وسط الجمعية. وأيضا كنشكروا من هذا المنبر تفلت بريس اللي دائما كتواكب هذه الأنشطة الإشاعية اللي كيترأسها المدير ديال الجريدة السيد عبد العالي بوعرفي، وشكرا.